اهلا اهلا يا فنانة. اهلا بيك. نبرة حمرا من ورعة وفرد رمان فرط وده نفي من نبي عليها والله. ده ايه؟ فرد رمان فرط يعني يخرج برا تانية؟ بعدين بس انا الشنطة برا يعني تبقى في حاجة تانية معاكي؟ الحلقة ممكن؟ نوال التاني ممكن حزام بقى بعدين تجربتي ما تدفع لا امشي حكي بس عدد تجربتي بعدين لا مش هنسى فقدر جوه واللي بتلي جوه من جوه لا هعدي من غير المنتوفي ولا الجزمة لا بعدين تجربتي جوه لا مش هنسى لا بعدين تجربتي بتسدد عليا لا كلمها لي بقى لان انا كده مش يعني عدد عدد عيك كده والله مفيش حاجة تانية لا بعدين ايه يا فيفي بقى ايه يا حبيبتي مال ما اعرفش عايزني اقلع الجزمه والبس المنتوفلي وضغط تعملي ايه نسرين يا حبيبتي تعالي ايه تقلعها تهبل ولا ايه تدلي عليا وده في ايه ده نسرين يا مين تهبل يا جدعانه تدلي عليا والله نسرين امين تهبل ده في بتدلي عليا نسرين امين ده في بتدلي عليا انت ايه ما شفتهاش ولا ايه دي حبيبتي روحي الله اكبر الله اكبر ايه الحلاوه كمان بسم الله ما شاء الله فضالي فضالي خش يا حبيبتي انا اسفه جدا ده ايه يا اختي ده اهبل ده ولا ايه بهدلني ها بهدل الشيك إيه؟ الحزام والحلق لا والحلق كمان تعالي 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 يا حبيبتي يا لهوي ايه ده لسه محدش جه جرو كله متاخر وحاجه تقرف بخلصها تصوير الساعه 8 الصبح امبارح حبيبي ربنا يديك الصحه الشياكه والقمر ده بسم الله ما شاء الله ايه الحلاوه دي ها قفلتيه ولا قفلولك انا لا ما قفلتيش تعرفي تقفليهولي هاتي انا قفلولي عشان خاطر هو كباسين تسلم ايدي حاضر لا ايه ده تسلم ايدك يا فوفا وحشتيني وانت كمان يا روحي هنروح السنه دي مع بعض المهرجان زي المره اللي فاتت ان شاء الله باذنك يا رب يا حبيبتي تعالي اتفضلي تعالي اقعدي جنبي هنا تعالي يا اهلا وسهلا لسه محدش جه شو بتتاخروا خالص حطي رجلي وراكي عادي مواعيدهم بقى موعدك فروض ايه ده كده حاجه يوم اسود يوم ما انتجت تصوري مش فاهمه ازاي كده ايه الحلاوه دي بالنجاح دي عماله تشبك الزبت دي في الدهب بتاعها حاجه وحشه قوي عماله تشبك فيه ايه مين مدام زين اهلا وسهلا اهلا ضيفت من المغرب اهلا 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 جنون ازيك يا حبيبتي اهلا مدام زين ازيك اهلا وسهلا اهلا وانا كمان يا حبيبتي وانا كمان نسرين مساء الخير زينب زينب من المغرب الحمد لله نسرين زيك يا حبيبتي اهلا اهلا منوره يا زينب اهلا وسهلا نفسي قوي ازور مراكش انت رحتي قبل كده لا انا رحت المغرب مرتين واتكرمت هناك لعلمك الورد اللي هناك ده انا شلته على قلبي دي الجايزه للدهاني في المغرب جبتها من على قلبي من المغرب لغايه هنا عشان خاطر رحتي المغرب عشان